ونتحول إلى أخبار الطقس في هذه النشرة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء. ونستعرض مع حضراتكم الآن درجات الحرارة المتوقعة غدا محليا وعالميا.